هل يقع طلاق الغضبان؟ روى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب، وفسره غيره بالإكراه، وفسر بالجنون أيضا، وقيل هو نهي عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء. وجعل الغضب ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني ما يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه عن تصور ما يقول وعن قصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. والثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. قيل يقع وقيل لا يقع، ولكن عدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. وأنصح من يستفتون أن يصدقوا في تصوير حالة غضبهم، فكثير منهم يدعي زوال عقله وليس للمسؤول إلا ما يسمعه منه، فعلى السائل أن يتقي الله سبحانه. والله أعلم.